وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة. يعود الرب يهوذا من أشور ومصر وفتروس وكوش وعيلام وشنعار وحماة ومن جزائر البحر، وينصب راية للأمم، ويجمع من في إسرائيل ومشتتي يهوذا من أطراف الأرض الأربعة، وينقضون على أكتاف الفلسطينيين غربا. يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، طلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي وقال إنه بيعمل على تحقيق نبوءة إشعياء النبي وفق الديانة اليهودية في أرض فلسطين، وقال كمان إن الحرب قايمة بين الشر المتمثل في المقاومة الفلسطينية وبين الخير اللي هو يقصد بيه الإسرائيليين، وإنهم بيمثلوا النور وحماس والفلسطينيين بيمثلوا الظلام. بالرغم من إنه ما جابش سيرة مصر ولا الجزائر ولا سوريا ولا الأردن بصورة مباشرة، إلى إنه ذكرها لكن في تحقيق النبوءة، النبوءة اللي بتتنبئ بخراب مصر ودول عربية أخرى لقيام حلمهم، حلم إسرائيل الكبرى. وقبل ما أحكي لك يا صديقي إيه هي النبوءة ومين هو إشعياء اللي قال النبوءة في الكتاب المقدس اليهودي اللي فيها خراب مصر وسوريا والجزائر والأردن وبعض الدول العربية، ما تنساش دعمك لينا عن طريق اللايك والكومنت وشير الفيديو، وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديدنا أول بأول. أخطر ما في عقيدة الإسرائيليين النبوءة الأهم اللي لازم كل العرب يعرفها، لأنها سر الخطة الإسرائيلية في فلسطين، واللي صرح بيها رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وضمن تفاصيلها الهدف المنشود لليهود مش في أرض كنعان فقط. فالنبوءة تتوقع انهيار مصر وسوريا وأحداث تتعلق بالأردن والجزائر وغيرها. نبوءة إشعياء. وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفنى مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، ويغلق على المصريين في يد مولى قاسي، فيتسلط عليها ملك عزيز يقول السيد رب الجنود، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر ويابس. وأيضا في سفر إشعياء، يعود الرب يهوذا من أشور ومصر وفتروس وكوش وعيلام وشنعار وحماة ومن جزائر البحر، وينصب راية للأمم، ويجمع من في إسرائيل ومشتتي يهوذا من أطراف الأرض الأربعة، وينقضون على أكتاف الفلسطينيين غربا. وهو ده الكلام اللي جاي نتنياهو ينفذه على حسب كلامه، وإن حرب غزة ما هي إلا بداية لتحقيق هذه النبوءة. وقبل ما اشرح لك يا صديقي النبوءة وخراب دول عربية تم ذكرها في النبوءة، أعرفك مين هو إشعياء. إشعياء أو خلاص الرب، ده معنى الاسم في العبرية، هو نبي من أنبياء الله وفق المعتقد اليهودي، ويلقب بأنه النبي الإنجيلي لكثرة كتابته عن المسيح. يقال أنه ابن النبي يعقوب. إشعياء كان معروف بقوة شخصيته وقدرته على التأثير في رجال الدولة. عاصر إشعياء عدد من ملوك يهوذا مثل عزبة وحزقية وغيرهم، وله مكانة كبيرة عند اليهود اللي بيعتبروه من أعظم أنبياء العهد القديم. عاش إشعياء 80 سنة في فلسطين، وانتهت حياته مقتول بمنشار خشبي في عهد الملك منسى. نبوءة إشعياء موجودة في سفر إشعياء المكون من 66 إصحاح، وتم جمعه على مدار قرنين من الزمن، وكتب معظمه على هيئة أشعار اللي خلاه مميز عن عدة إصحاحات أخرى. ويقول اليهود عن سفر إشعياء إنه نص من العهد القديم، وما يتضمنش نبوءة واحدة فقط بل نبوءات كثر. تعال يا صديقي أشرح لك النبوءة. نبوءة إشعياء تعتبر أخطر نبوءة في العقيدة اليهودية، وممكن تكون أكثر قدسية من أي نبوءات أخرى بالنسبة لليهود، لأنها تتضمن مجموعة من المواضيع والتطورات التاريخية المحتملة، واتكلمت كمان في عدة مجالات دينية وسياسية وتاريخية، وكمان اتكلمت عن الشعوب والملوك والحكام والحروب والدول. وتنقسم النبوءة إلى عدة أقسام، قسم يتعلق باليهود ومستقبلهم، ويشير إلى مجيء يهودي مخلص يحكم الأرض ويقدم السلام والعدل ونهاية الظلم والاستبداد، وقسم يتنبأ بانهيار مملكة إسرائيل وتدمير مدينة بابل وعودة الشعب اليهودي من الأسر إلى أرضهم. وهذه النبوءة اتحققت بالفعل، فسقطت مملكة إسرائيل على يد الأشوريين، وتم تدمير بابل من قبل الفرس،
وعاد الشعب اليهودي من الأسر بعد الأسر البابلي، وكمان التنبؤ بظهور المسيح وتحقيق العدالة الاجتماعية وعودة الشعب اليهودي إلى أرضهم. ومن التنبؤات الأخرى انتشار الحروب والصراعات في العالم، وبعد الحروب فترة السلام اللي مش هتكون فيها صراعات أو حروب، ووصف هذا الزمان بأنه فترة تعيش فيها الذئاب مع الحملان وتأكل الأسود التبن. وتنبأ كمان بتحويل الشعوب والأمم والأديان كلها للدين اليهودي، وكمان المجتمعات كلها هتندمج في مجتمع واحد عادل ومنصف لا فرق فيه بين الناس، لا يوجد فيه غني وفقير، بل كل الناس سواء، والمجتمع ده هيكون في فلسطين. نهاية مصر ودمشق. كان لمصر النصيب الأكبر من النبوءة. اتكلمت النبوءة عن خراب مصر وجفاف يصيب نهر النيل. تنبأ إشعياء بسقوط مصر وهزيمتها على يد قوة خارجية، وإنها هتكون مصدر للذعر والرعب لكتير من دول العالم، بعد ما كانت ملجأ لكتير من الشعوب في أوقات المحن والضيق للمضطهدين والمستضعفين واللي بيدوروا عن مكان آمن. ثم في نهاية الزمان بحسب النبوءة فإن مصر ستقف بجانب الرب اللي هتتم عبادته فيها بالنذور والتضحيات، وكمان هتتحالف في تحالف عظيم هيبقى بين مصر وأشور. ووصف أشعياء التحالف ده بأنه بركة في قلب الأرض، وأنه هيأثر على العالم تأثير إيجابي. ولم تقتصر نبوءات الزوال على مصر فقط، بل تنبأ بانقراض دمشق وقال: انظروا ها دمشق تنقرض من بين المدن وتصبح كومة أنقاض تهجر مدن عروعين وتصبح مراعي للقطعان تربض فيها ولا أحد يخيفها، تزول المدينة المحصنة من أفرايم والملك من دمشق وتصبح بقية آرام مماثلة لمجد أبناء إسرائيل الزائل، هذا ما يقول الرب القدير. سفر إشعياء. وإذا يا صديقي، كان كلام نتنياهو ما كانش يقصد به إبادة أو قتل الفلسطينيين فقط، لكن فيه تلميح واضح وصريح إلى ما هو أبعد من فلسطين، مصر ودمشق ودول عربية أخرى. وعلشان يكون واضح أكتر، كلامه كان تلميح لحلم إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، لأن النبوءة اتكلمت عن دمار البلدان العربية وقيام إسرائيل الكبرى، حلمهم الأبدي اللي هيفضلوا يحلموا بيه، ومش جديد على سلطات الاحتلال لأنها بتروج في كتير من الأوقات إلى استمالة قلوب اليهود والصهاينة بواسطة النصوص الدينية اليهودية في تجميعهم نحو هدفهم الأساسي من وقت الإعلان عن قيام كيانهم المزعوم وهو إسرائيل الكبرى، الهدف اللي مش هيوصلوا له بأي حال من الأحوال، لأن كل احتلال إلى زوال. نيجي لحاجة مهمة، نبوة إشعياء أو ذكره في الإسلام، فإن رأي الإسلام فيه لا وجود له في القرآن ولا في السنة النبوية، ولا يوجد دليل واحد يثبت وجود نبوة إشعياء، وفي نفس الوقت ما فيش شيء أو دليل ينفي وجودها. وهنا يا صديقي وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنسوش الدعاء لإخواتنا الفلسطينيين. سلام.